تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في صحافتنا لهذا اليوم، وهذه جولة لأبرز الصحف المحلية والعربية والعالمية، والبداية ستكون من صحيفة الدستور حيث جاء فيها: منتخبنا يعطل الكمبيوتر الياباني برأس أيمن حسين، حيث انتصر منتخب العراق على اليابان بنتيجة 2-1 على استاد المدينة التعليمية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر. وحظيت مباراة العراق واليابان بحضور جماهيري حاشد بلغ أكثر من 38,000 متفرج، وارتفع رصيد العراق إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وضمن التأهل لثمن نهائي البطولة، فيما تجمد رصيد منتخب اليابان عند 3 نقاط في وصافة الترتيب. يشار إلى أن آخر فوز لمنتخب العراق على اليابان في عام 1982 في دورة الألعاب الآسيوية في الهند. والآن ننتقل إلى الصفحة الأخرى من صحيفة الدستور، حيث جاء فيها: صادرات النفط العراقي خارج تأثيرات أزمة البحر الأحمر، حيث قال وزير النفط حيان عبد الغني أن صادرات العراق من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر. وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوز أن نحو 90% من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا، وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر. وأجبرت الهجمات في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الأبحار بعيدا عن البحر الأحمر والمرور على طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها. وأيضا جاء في ذات الصحيفة: الصين تعلن عزمها عقد مؤتمر خاص بطريق التنمية ورفع مستوى التنسيق مع العراق، حيث أكد وزير النقل رزاق محرس السعداوي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع الشركات الصينية الرصينة للاستفادة من الفرص الاستثمارية، فيما أعلنت الصين عزمها عقد مؤتمر خاص بطريق التنمية ورفع مستوى التنسيق مع العراق. وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع أن وزير النقل رزاق محرس السعداوي استقبل اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي في مبنى الوزارة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. بدوره أكد السفير رغبة حكومة بلاده في المشاركة بالمشروع بعد الاطلاع على كامل تفاصيله والجدوى الاقتصادية الخاصة به. وفي صحيفة الزمان نطالع، حيث جاء فيها: استرداد متهم بعمليات اختلاس وضبط أكبر شبكة تروج لمعاملات مزورة، حيث استردت هيئة النزاهة العامة أحد المتهمين بعمليات اختلاس وتزوير وابتزاز من مصر. وقال بيان للنزاهة تلقته الزمان أن الهيئة تسلمت المتهم من السلطات المصرية بعد أن تم نقله إلى العراق تمهيداً لعرضه أمام الجهات القضائية لتقرير مصيره في ضوء القضايا الجزائية التي فتحها بحقه، وحققت فيها مؤكداً أن المدان أقدم على ارتكاب عمليات اختلاس وتسوير أثناء عمله في شركة الخطوط الجوية وارتكاب عمليات ابتزاز إلكتروني، فضلاً عن حصوله على امتيازات وتعاقدات تحوم حولها شبهات فساد بصفته وسيطاً تجارياً من خلال علاقاته مع وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين يعملون في قطاع الطيران. خبيرة أممية تتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولي في حربها على غزة، حيث اتهمت خبيرة حقوقية في الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانز أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي
بقصفها العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل الآلاف من الفلسطينيين. وقالت المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز: لقد قامت إسرائيل بممارسات غير قانونية إلى حد كبير. وأشارت إلى أن عدد الأطفال الذين يتم بتر أطراف لهم كل يوم أمر صادم، طرفاً أو طرفان خلال الشهرين الأولين من هذه الحرب تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير. والآن عدد جديد من دراسات الطفولة العربية صدر، حيث صدر عدد جديد من مجلة دراسات الطفولة العربية وهي فصلية متخصصة في أدب وثقافة الأطفال ويرأس مجلس إدارتها الأكاديمي جاسم محمد صالح. وضم العدد الذي يقع في 200 صفحة من القطع الكبيرة بحوث ومقالات متعددة افتتحه نائب رئيس تحرير المجلة وليد فرمان البياتي بمقال عنوانه جمال الموسيقى وأثرها على الموسيقى. أما مدير تحرير المجلة عبد الهادي الزيدي فكتب مقالا بعنوان أطفال غزة قمم المجد. ومن الجزائر كتبت آمال بن صغير عن تجليات الموروث الأسطوري. وحمل بحث المؤرخ عدنان كاظم السماوي عنوان أبو خلدون ساطع الحصري رائدا تربويا. وكتب عبد الهادي محمود الزيدي عن رمزية أسماء الأبطال في أدب الطفل. وفي صفحة أخيرة إضاءات حيث جاء فيها أنامل شابة تنقش لوحات فنية على السيراميك. الناظر إلى لوحات الفنان محمد الموسوي يخيل إليه أنه يعيش في عالم من الخيال والجمال الآخذ الفني الجميل عبر لوحات فنية رائعة تحمل آيات من الذكر الحكيم وأقوال وحديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، ولوحات نباتية وصور ألف ليلة وليلة وآيات قرآنية كتبت، ولوحات رائعة رسمت على الكاشي الذي زينت جوامع في العراق ودول الخليج أيضا وأماكن شتى من العالم. يقول النقاش محمد: تعلمت مهنة فن النقش والرسم والخط منذ الصغر وباستخدام فرشاة خاصة للرسم والنقش على السيراميك والذي يتطلب الدقة الكبيرة، إضافة إلى معرفة الفنان بأصول النقش والخط والرسم، أي يجب أن يكون الفنان شاملا في معرفة أصول الخط العربي بشكل خاص. والآن مشاهدينا نذهب إلى صفحة اتجاهات ورأي، حيث نقرأ لكم مقالا بعنوان التلوث البيئي للكاتب فالح الزهيري، تقرأه الزميلة بشرى حسين فلنتابع. التلوث البيئي، مقال بقلم علي فالح الزهيري. الجميع يعلم أن أجواء البيئة للعراق مليئة بالتلوثات السامة والمؤثرة في حياتنا، فالعراق من الأوائل في المنطقة والعالم بالأمراض السرطانية، وهذا يعود إلى تلوث الجو منذ سنوات كثيرة نتيجة الحروب التي مر بها العراق، إضافة إلى التلوثات الأخرى الموجودة والمنتشرة بشكل لا يوصف من حيث كثافة السموم يومياً، منها مصفى الدورة. فالمناطق القريبة والمحيطة من المصفى تشكو من حجم السموم التي تصدر من المصفى، فهم يستنشقون السموم كل يوم وناشدوا مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. ومن جهة كارثية أخرى وهي تلوث مياه نهر دجلة، حيث هناك مياه صرف صحي يتم تصريفها من مؤسسات تابعة للدولة في نهر دجلة لقربها من الأخير، فتخيل حجم الكارثة التي تساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض السرطانية. أضف إلى ذلك هناك معامل وورشا تسمى بالكور
تقوم بسهر الرصاص والنحاس والفافون والحديد وغيرها، وهذه الكور والمعامل هي مساهم كبير وخطير بتلوث البيئة نتيجة لقرب تلك المعامل والكور من المناطق السكنية، وهي موجودة في بغداد والمحافظات. في ختام هذا المقال، إذن كل الدلالات تشير إلى أن هذه المؤسسات والمعامل والكور خالية من الرقابة ولم تعترف بوجود الدولة، وعليه فالحكومة مطالبة بوضع حد وحدود لتلك المؤسسات غير البيئية، وإلا فهذا يعتبر تقصيراً وإهمالاً حكومياً للبيئة. فالمواطن العراقي وأن بقى الوضع على ما هو عليه، فالجهات الحكومية المسؤولة مشاركة ومساهمة بانتشار الأمراض السرطانية التي تفتك بأرواح العراقيين. مشاهدينا، ومن الصحف المحلية ننتقل وإياكم إلى الصحف العربية، حيث جاء في النهار اللبنانية انطلاق أول رائد فضاء تركي نحو محطة الفضاء الدولية، حيث انطلق أول رائد فضاء تركي في رحلة من 3 رواد أوروبيين إلى محطة الفضاء الدولية في أحدث بعثة تجارية لشركة إكسيوس سيبيز الناشئة في تكساس. وتمثل هذه المهمة الرحلة الثالثة من نوعها التي تنظمها شركة إكسيوس ومقرها هيوستن خلال عامين، ويعتمد نشاط الشركة على إرسال رواد فضاء ترعاهم حكومات أجنبية ومؤسسات خاصة إلى الفضاء. أما الشرق الأوسط فقد جاء فيها التأثير العربي في الثقافة الإفريقية شعراً ورقصاً وأزياءً. نبحر في كتاب أعرف أهلك، دراسات أنثروبولوجية في الثقافات الإفريقية، الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. الباحث دكتور محمد أمين عبد الصمد كتب صفحات من التأثير العربي في الثقافة الإفريقية، ويركز المؤلف بشكل خاص على تأثير سلطنة عمان في الساحل الشرقي الأفريقي، تحديداً في سكان جزيرة سنجبار الذين يعدون في أصلهم التاريخي إلى 3 مجموعات أساسية هي العرب والشيرازيون والبانتو، يضاف إليهم بعض الهنود على قلة عددهم، ويمثل العرب العمانيون بالذات جزءاً مهماً من التركيبة السكانية. ونقرأ في فاينانشال تايمز، حيث جاء في عنوان أوكرانيا تتحول إلى الدفاع بعد هجومها المضاد الفاشل، حيث أفادت الصحيفة بأن أوكرانيا غيرت من تكتيكها وانتقلت إلى الدفاع بعد هجومها المضاد الفاشل الصيف الماضي، ولا يتوقع الغرب هجوما جديدا من كييف قبل عام 2025. وتشير الصحيفة إلى أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يحدد مصير أوكرانيا وعدم اليقين المحيط بالمساعدات العسكرية الغربية بما في ذلك الذخيرة. أما مصدر القلق الأكبر فهو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يتمكن الكونغرس بعد من الموافقة على طلب البيت الأبيض من تقديم المساعدة لأوكرانيا. وفي ذات الصحيفة نطالع في خبر بعنوان لا يمكن للعالم الاعتماد على الولايات المتحدة في الحفاظ على السلم التجاري، حيث يتناول الكاتب آلان بيتي وهو أحد كبار الكتاب في الصحيفة والمتخصص في الشؤون التجارية في مقاله موضوع الخطر الذي يتهدد التجارة العالمية والمتمثل في الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن الملاحة التي تعبر عبر البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب، ومساعي الولايات المتحدة لوقفه لتلك الهجمات،
لكنه يرى أن ما يحدث في البحر الأحمر ليس من أعمال القرصنة العادية، وأن الحوثيين الذين حدثت هجماتهم على سفن الشحن وسفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر من الحركة التجارية عبر قناة السويس ليسوا كالقرصنة. والآن مشاهدينا ننتقل إلى الجارديان البريطانية، حيث جاء فيها عدد الهاربين من كوريا الشمالية إلى الجنوبية تضاعف 3 مرات في عام 2023، حيث قالت الصحيفة البريطانية أن عدد الكوريين الشماليين الذين انشقوا إلى كوريا الجنوبية تضاعف 3 مرات العام الماضي، حيث شجع تخفيف إغلاق الحدود المفروض خلال جائحة كوفيد 19 الطلاب والنساء والدبلوماسيين على القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر. وأوضحت الصحيفة أن العدد وصل إلى 196 شخص، ومع ذلك لا يزال أقل بكثير من متوسط ما قبل الوباء. لكن السلطات الكورية الجنوبية قالت إن خلفيات العديد من المشققين الجدد تشير إلى الاستياء المتزايد من نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. مشاهدينا، ومن الصحف إلى المواقع الإلكترونية، وتحديدا بي بي سي، حيث جاء فيه نتنياهو يرفض علنا المساعي الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة. وفي مؤتمر صحفي تعهد نتنياهو بمواصلة هجومه في غزة حتى تحقيق النصر الكامل، وهو ما يعني تدمير حركة حماس وإعادة من تبقى من الرهائن، مضيفا بأن ذلك قد يستغرق أشهرا إضافية عدة، ومع قتل قرابة 25,000 فلسطيني في قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة في القطاع، وتشريد 85% من السكان، تتعرض إسرائيل لضغط كبير لكبح جماح هجومها ولدفعها لتنخرط في محادثات بناءة حول نهاية الحرب الذي يمكن أن تستمر. وجاء في سكاي نيوز الكشف عن مستجدات الوضع الصحي للأميرة كيت، حيث قال مصدر ملكي أن كيت أميرة ويلز البريطانية في حالة جيدة بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن. وأيضا قالت الملكة كاميلا أن الملك تشارلز أيضا بخير قبل تلقي العلاج. ونقلت كيت البالغة 42 عاما إلى مستشفى خاص في لندن لإجراء العملية الجراحية. وقال مكتبها في قصر كينستون أن العملية كانت ناجحة، لكن من المتوقع أن تبقى لمدة 10 أيام إلى 14 يوما في المستشفى قبل العودة إلى المنزل. وجاء في روسيا اليوم فيلم سينمائي عن حياة مايكل جاكسون سيعرض عام 2025، حيث سيبدأ عرض الفيلم السينمائي الذي يتناول حياة المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون في 18 أبريل عام 2025. يذكر أن مايكل جاكسون وهو مواليد 1958 الذي توفي عام 2009 هو المغني والمؤلف ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي والراقص ومصمم الرقص والممثل الأمريكي، وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب والمعروف كملك موسيقى البوب. والآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام صحافتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المشاهدة ونلقاكم في صحافة أخرى، شكرا على حسن المتابعة والمشاهدة.